سيدنا محمد أشرف المرسلين، سيداتي سادتي أبنائي وبناتي الحضور الكريم، إنه من دواعي العز والافتخار أن نلتقي اليوم مع الوجوه الطيبة الكريمة في جامعة قصر. في البداية لا بد من شكر أولا اللجنة المنظمة التي تتكون من مجلس جامعة السلطان وفيدرالية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ جامعة السلطان وجمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ الثانوية التقليدية للقسم وكل من ساهم لا من قريب ولا من بعيد في إنجاح هذا الحفل. هذا الحفل الكريم لم يكن لينجح لولا تضافر الجهود، لأن اليوم نحتفل بأبنائنا، هذا الأبناء اللي حصلوا على نقاط مشرفة، ولكن لولا يعني تضافر الجهود. ومن هذا المنبر أحيي بحرارة السادة أطر المؤسسات التعليمية المتواجدة لجامعة السلطان، كذلك الشكر الجزيل للسادة والسيدات الأساتذة والأستاذات، لأنه لولا هذه الأطر التربوية لا للمدير ولا إداري ولا أساتذة لم ولن تكون هذه النتيجة، رغم الظروف اللي تنعرفوها جميع، الظروف الصعبة اللي تشتغلوا فيها. كذلك لا بد من هذا المنبر باش نحيي ونشكر جمعيات آباء وأولياء وأمهات تلاميذ التلميذات على جميع صعيد جامعة السلطان بجميع المستويات، لا السلك الابتدائي ولا الإعدادي ولا الثانوي التأهيلي ولا الثانوي، يعني لولا تضافر الجهود ديال الجميع ما عمر عيطكم شي نتيجة اللي تشرف جامعة السلطان. كذلك لا بد ما نشكرو، لأنه ملي تنقولو يعني هاد المنظومة كاملة من آباء وأمهات وأطر طباوية وأساتذة وجمعيات وهذا، لا بد كذلك ما نشكرو جمعية المجتمع المدني اللي هما القاطرة بجنب مجلس الجامعية القسطنطينية لتنمية المنطقة، لأنها كاينين جمعيات اللي يشتغلون يعني في تسيير لا الماء ولا النظافة ولا الانحراف ولا الصناعة ولا يعني المحو الأمية ولا يعني عدة ميادين. طب هذا المنبر تنقول لهم جزاكم الله عنا خيرا. كذلك اليوم حنايا هذه بادرة وبادرة طيبة، وعلى بساطتها حنا تنفرحوا لأنه بغينا ينفرحوا بوليداتنا ويقول لهم واحد الحافز كبير إن شاء الله باش الأبناء الآخرين تاهما منين يشوفوا أنه يحتفى بهذه الكلة طيبة أنهم تاهما باش يتشجعوا وباش يبذلوا وباش يعطيوا العطاء. فعلا كاينين إكراهات، ولكن إن شاء الله بإذن الله غادي نتعاون عليها الجميع، إلى ما درناش اليد في اليد، لا المجلس الجماعي ولا المجتمع المدني ولا السادة الأطر المديرين والأساتذة والجمعيات المجتمع المدني يعني على صعيد الجامعة ما يمكنش نديرو شي نتيجة بتاتا. ولهذا تنشكر الجميع، انا ما عادش نطول، غادي نلتزم 5 دقائق اللي عطاونا اليوم، غادي نحصو يعني الكلمه يعني في ميدان ديال
يعني التربيه يعني والتعليم. هذا الله يجزيكم بخير ويكثر خير جميع من ساهم في هذا الحفل، لا من قريب ولا من بعيد، انه كاين الناس ساكن اللي اولا بعدا جابوا الفكره. ما نسيناش، ما تنساوش هاد التلاميذ، لا من في ضرالية ولا من الجامعه. الحمد لله جات الفكره، وحنا الحمد لله التبلورات يعني رغم ان القصر ديال المده فاش هذا، والحمد لله انتم تشوفوا بالامكانيات البسيطه الحمد لله اللي تهمنا، وهو اننا نفرحوا بوليداتنا ونشجعوه. اذا مرات اخرى شكرا لجميع من ساهم، لا من قريب ولا من بعيد، في انجاح هذا الحفل. ونتمنى ان شاء الله انها تكون واحد هذه يعني بدايه، ونستنوا على يعني كل سنه ان شاء الله يعني نشوف في هذا التكريم والاحتفاء بهاد ابنائنا. كذلك لابد ما نشكروا ملي تنقولوا الاسره التربويه، راه تنقولوا حتى النيابه، تنقولوا حتى الاكاديميه، تنقولوا وكذلك اللي تعاوننا في الامن، وهما الناس لا الباشا مشكورها وحضر معنا، ولا الناس تاع السلطه المحليه، لا من كاع اللي تعاون في استتباب الامن ديال هذه الجامعه. تنقولوا ليه الله يجزيه بخير والله يكثر خيره، وان شاء الله باذن الله موعدنا ان شاء الله، يعني ان شاء الله باش ناخذها واحد كل سنه ان شاء الله نبداو ننطلقوا. وراي ان شاء الله انا ادعو المجتمع المدني ان شاء الله باش نديروا اليد في اليد، يعني ملي تنقول المجتمع المدني يعني يعني كل شيء، كاع الجمعيات، لانه يعني عطى الله الفئه ديال الجمعيات، كاع اللي يمكن يفيدنا راه عاد ان شاء الله يجي مرحبا به يتعاون معنا نتعاونوا معاه. لابد ملي تنقولوا يعني المؤسسات التعليميه ما ننساوش واحد الاخ عزيز علينا، وهو مدير مؤسسة دار الطلبة اللي في تسلطان السي عبد الغني الجزالي، فتنحييه نقولوا ليه جزاك الله عنا خيرا. كذلك في المناسبة أنا تنشوف واحد مواطن مسلم ولكن ماشي مغربي، فهو مصري، تيشرفنا وتيحضر معنا في هذا الحفل، فمرحبا به في المغرب في بلده الثاني. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.